وبعدين في الريتيكولار لامينا، الريتيكولار لامينا دي بيست باي هير سيلز، والهير سيلز عليها مين؟
هو الصندل اللي بتلف حواليكم. طول بطولها بطولها كل الاستراكشر ده بطولها، لان الفيرسلز دي خاصه الانر فيرسلز هي اللي بتريسيف الويفز وتحول الميكانيكال انرجي دي لاكشن بوتنشال. وانا عندي الويف دي ممكن تكون هاي فريكونسي، تبقى ميدل، تبقى لونج، تاخد لحد ما توصل لحد فول. زي احنا بنشوف مثلا فاحنا لما نفرد الكوبيلا لفيت النص هنلاقي كل الاستراكشر ده لونج الكوب، وبعدين احنا لفينا احنا عمالين نقول بقى شرط كله انر واوتر بيرسل والستيريو سيليا بيرسل الريتيكولار لامينا، ومن تحت ماسكه في البازلر المنبرين الريتيكولار لامينا ده رايح على الاورجن اوف كورتي او الطنز، والطنز ماسك في مين؟ في البازلر المنبرين. وبعدين فوقهم مين؟ فوق الستيريو سيليا الاستروجين. واضحه ده كله الاورجن اوف كورتي اللي هو موجود في سكانر ميديا. ادي الهير سيلز، الهير سيلز بيرس الطف مين؟ دي الريتيكولار لامينا. الريتيكولار لامينا بيزد على مين؟ على السيلز اللي هي عامله الطنز، والطنز ماسك في البازلر ميمبرين. يبقى كل ده ستراكشر اكت از وان يونت. لما اتحرك البازلر ميمبرين هيخلي الريتيكولار لامينا دي تهتز وتتحرك. لما تهتز كده مين اللي بيرسل ليها؟ لما بيطلع البازلر ميمبرين يتحرك لاعلى الريتيكولار لامينا دي بتمشي انورد ناحيه الليمبس. المجورس ايه؟ انت بتحضر معانا كمان كل مره؟ بتحضر معانا كمان كل مره؟ طيب قريت اللي فات؟ طب مين اللي بس هو مين؟ والمجورس اللي هو ايه؟ مين يقول المجورس مين؟ مين يقول؟ الموديولس اللي هو ايه؟ وصفه كل ايه؟ حد يتكلم؟ في النص. في النص اللي هي بقى بوني سنتر. بوني سنتر اراوند ايه؟ ذا كوبيا روتين تو هاف تو اند هاف، فيمسك منها البيز ويلف لفتين ونص. فكل حاجة ماسكة في البيز بس في التبميل في المودرس أو الليمبس اللي هو البوني سيل ماسك فيها البازلر ميمبرين، ماسك فيها الفيكتوريا ميمبرين. طيب الهير قلنا إن الهير ليها هير سيلز، كل هير كل سيلز حواليها ممكن حوالي 100 هير أو ستيريو سيليا. ستيريو سيليا تاتشد باي ذا مين؟ فيكتوريا ميمبرين. الهير سيلز دي برضه الايه؟ الاورجان اوف كورتي. يعني واضح فينا بقى ثلاثه سكيل استيبولاي وايه؟ تمبراي وكوكي لابلاتو او بسميه سكيل ميديا، والاورجان اوف كورتي موجوده فيها بالوصف اللي احنا قلنا عنه. الطريق اللي هو معمول بالسبورتنج سيلز بيعدي مين في؟ محدش يصور اللي عايز يصور سلايد بس ما يصورنيش انا. التنس بيعدي مين في؟ بيعدي في النيرفز. كل الصور جنينه بس انا حاسه الكاميرا بتيجي عليا.
الهيرسلينز فيها ألفا وإينر هيرسلينز. الإينر هيرسلينز هي البرايمري سنسوري فور هيرينج. هي دي اللي بتعمل ايه؟ بتحول الميكانيكال انرجي بتاع الويف الى اكشن بوتنشال. يبقى الانر هير سيلز محاطه بافرنت فايبرز 90 ل 95% من الافرنت فايبرز هي ان جانكشن وذ مين؟ او سينابس وذ ذا انر هير سيلز. الانر هير سيلز بتعمل 1 رو اوف سيلز وحوالي 3500 في العدد، وال سبلايد باي 90 to 95% من مين؟ من ال افرنت فايبر. الاوفر هير سيلز بتعمل 3 روز اوتسايد الانر هير سيلز برضه الونج مين؟ الكوكيلا لو احنا فرضناها. الأوتر هير سيلز ريسيف 5 to 10% اوف افرنت فايبر، يعني الفانكشنز بتاعتها ما ازدادت قيمه ان هي تعمل لي تحول لي الميكانيكال انرجي بتاعت الويب الى ايه؟ الى اكشن بوتنشال. ولكن ليها فانكشنز ثانيه هنقولها في الميكانيزم اوف ترانسليشن. وعلى هذا فهي mainly supplied by efferent fibers. الافرنت بتبتدي من الهاي سنتر وتعدي على السوبيريور بوليف في المظله وبعدين تروح لها على الاوتر سيل. الفايبرز دي كل انرجي فايبرز. السكريت استايل كله. يبقى هي mainly supplied by efferent centrifugal fibers. ده من السنتر الى الايه؟ الى الهيد سيل. في سنترفيوجوال فايبر افرنت للانر بس عددها قليل. يبقى ده الديفرنس ما بين مين؟ الانر والايه؟ والاوتر. الاوتر هير سيلز الانر هير سيلز هي اللي هتحول لي الميكانيكال فورم اوف انرجي اوف ذا ترافلنج ويف تو اكشن بوتنشالز في النيرف اندنجز اللي هي الافرنت اللي هم 90 ل 95 تو بي ترانسميتد تو ذا هاير سنتر فور بيرسبشن اوف هير. لكن الاوتر هير سيلز بتريسيف افرنت، الافرنت دي بتخلي الاوتر هير سيلز يحصل لها موفمنت. والموفمنت بتاعها عن طريق انها تعمل شورتنج ولازم في مطايب ايه فايبرز فيها. والشورتنج ده مع الديبولاريزيشن واللينزنج مع الهايبر بولاريزيشن. طب الموفمنت بتاعت الاوتر هير سيلز دي اللي هي في الاوتر سيرفيس بتعمل ايه؟ بتعمل امبروفمنت للفايبريشن اوف ذا بازلر ممبرين باي ذا ايه؟ باي ذا ساوند ويف الفريكونسي. فتعمل امبروفمنت او انكريس سنستيفيتي اوف ذا بازلر ممبرين. بتزود حساسيته ات سبيسيفيك فريكونسي. يبقى كل فريكونسي زي ما هنشوف ليه مكان على البازلر ممبرين. ويعملوا فايبريشن والفايبريشن دي بتبقى ترانسميتد للهاير سيلز. لكن يعمل يخليها مور سبيسيفيك ومور وسينستيف مين؟ الاوتر بالموفمنت اوف اوتر هير سيلز في البوزيشن ده على البازلر ميمبرين. طب نفرض مين اللي يقول لنا كده؟ يعني حتى بيقولوا ان هو بيعملوا امبليفيكيشن لما بيعملوا
الناس زي ما قلنا حددوا لنا 40 ل 60 ديسيبل. مش بس كده، هي بتعمل ريزوليوشن، وهنشوف ازاي برضه لما نتكلم على الانكودنج. لو انا بسمع صوت وحواليه دوشه، هي بتخليني اركز بالموفمنت بتاعتها دي، والانكريز ستريستيفيتي دي بتخلي الموفمنت الثانيه اللي بتاعت البازل او البنترين وبينقل الاصوات بعد كده على اي مثلا بيرسين تخليها ايه؟ تخليها مش واقعه ريزوليوشن. عارفين الراجل لما نعمل تونينج للصوت، اسمع الصوت ده مش كده، وبعدين احرك الزرار عشان يعمل لي تونينج اظبطه، هي برضه بتعمل كده، بتعمل تونينج اوف ذا ايه؟ اوف ذا هيرنج سيستم اللي موجوده في الاوربا المفقوده. ده انا بسمع الصوت بقى دوشه، بس هنا بقى البرين هو اللي بيحتاج لما البرين يسمع الصوت في النويز دي اللغوشه دي يبعت لها افرنت فايبرز تعدي بالسبيل الغلط وتخليها تتحرك شورتنج اند بليسنج، فتحرك البازلر ممبرين عن الفريكونسي اللي هو الصوت المطلوب، وبالتالي اللاود ايه؟ النويز ده بيختفي. بقى عاوز ده اسمها لاترال انهبيشن بقى، واحنا طالعين في الباس واي، كل ده يحسن من ايه؟ يحسن من الايه؟ الهيرنج، ويعمل لي كونسنتريشن على الاشار بينس للساوند اللي انا عايز اسمعه. يبقى دي الهير سيلز والفانكشنز بتاعتها. برضه دي بتوريك قال لك كده الهير سيلز والاوتر مختلفين حتى في الشكل. الانر شكلها زي الفلاس والاوتر شكلها زي السلندر. الستيريو سيريال على اباف بتبدا شورت وبعدين بتطول في اللينس ناحيه الايبك وده بيز. ال دي سبورتنج سيلز حوالينا، وبعدين ادي الانر سيلز مينلي سبلايد باي افريت ولا افريت افريت. والافرنت بيجيلها فيو افرنت اللي هي كولينجن وسبير القلب ولكن قليل، وفي نفس الوقت بتعمل سيناكس مع الافرنت سواء عند الدرايس او قريب من الافرنت. لكن الاخر مني بيجيلها مين؟ افرنت اللي هي كولينجن فايبرز اللي بتخليها من الرايو سنتر من سبير القلب الى الافرنت. طيب الافرنت والافرنت ده بيعدي منين الاوربت سبورتيف؟ بيعدي من الطمي، بيعدي من الطمي ده ويدخل على السبايرال جانجليون اللي هي موجوده فين؟ في الليمبس. السبايرال جانجليون دي ليه كاسل بودز. الافرنت بيروح للسيلف ويعمل سيناكس، والاكسون بتاعها يعمل ايه؟ الدندرايتس. والاكسون بتاعها يعمل مين؟ الكوكيولا بلي اللي هو رايح ناحيه الكوكيولا بلي اللي موجوده في الابر بدر. الكوكيولا بلي بدون يجوين مع الفيستيبولار نيرف اللي هو جاي من الفيستيبولار اباريتوس، ويعمل الاثنين فيستيبولار كوكيولا نيرف او استرينيال نيرف. دي ايه؟ بتوريني الفانكشن اوف ذا اوتر هير سيلز. الكيرف اللي هو العادي دوما ده من غير الايه؟ الترافلنج ويف اللي هو بيعمل فايبريشن للبازلر ميمبرين ويديني الايه؟ الموفمنت بتاعته. لما يكون في الاوتر هير سيلز زي ما قلنا هتعمل ايه؟ هتموف اب اند داون من ديفرنت فايبرز، فتحسن تعمل فايبريشن للبازلر ميمبرين عند الفريكونسي اللي هو عمل فايبريشن عند البازلر ميمبرين، فتخلي فيه جزء امبليفيكيشن وشاربنس. يبقى في امبليفيكيشن وايه؟ بيب وشاربنس، بحيث ان انا يبقى الصوت ده هو اللي اوضح عندي دي مين في الهاير سيلز. يبقى بتزود السنستنتي، وعلى هكذا لما بيقولنا لو حصل لها ديستراكشن ده كله على الاوتر هير سيلز هعمل ايه؟ هيحصل ماركت لوس في
والدايركت بتاعها بيبقى اكبر من الايه اللي واصله للايه. وبعدين الايه الفايبرز كل ما تطول ده ابتدى يقل، وعند الكوك الايبكس بعتبره ان هو الموجب بتاع البازل ميمبرين يعني فري شويه عن البيز، هو مش فري يعني مش ماسك في حاجه، لا ماسك بلوس فايبرس تيشو. ولكن الماسكه تيبس ده للايه؟ مش عايزاه عند البوني عند الميتروز اللي هي البيز، فبعتبره فري يعني الحركه بتاعته تبقى اسهل يعني في الحركه. طيب الاستراكشر ده خلى ان الهاي فريكونسي لما حاجه تكون ستيف عايزه ايه؟ ذبذبات قريبه من بعضها، فالهاي فريكونسي تعمل ذبذبه اكتر ماكسيمم عند مين؟ عند الستيف شورت فايبرز اللي عند البيز. الميديوم فريكونسي تعمل ذبذبه برضه ماكسيمم ديسبليسمنت عند الميدل بارت اوف ذا بيزل بيزل البذرة الجديدة. اللو فريكونسي اللي هي بيبقى الويف لينس بتاعها طويل دي هتمتد وتعمل فايبريشنز لمين؟ للبذرة فايبرز اللي عند البيزولار ايبكس للايبكس. يبقى انا عندي البذرة الممبرين ده بعتبر ان هو كل مكان عليه بنسعى عليه محدد بالفريكونسي اللي هيعمل له ماكسيمم ديسبليسمنت. هي الويب زي لما بتعمل ترافلنج بتحرك البذرة من بين الكل، ولكن الانرجي بتاع الفريكونسي بتعمل ماكسيمم ديسبليسمنت عند مكان معين في مين؟ في بليس معين عند مين؟ وبذرة من بين. فالماكسيمال ديسبليسمنت الهاي فريكونسي قد ايه؟ الميدل فريكونسي قد الميدل اوف ذا بازل ميمبرين، اللو فريكونسي مع الفاريشن بقى بتاع الفريكونسي، خلاص؟ يبقى دي بسميها زي ما بقول ايه؟ بليس، بسميها بليس ثيوري. وده اللي بيخليني اعمل احد العوامل اللي بتخليني، وزي ما هنا كده بالظبط في البازل ميمبرين الهير سيلز اللي موجوده على المكان ده اللي هو عند البيس برضه ليها الكاركترز دي. الماكسيمم ستيميوليشن بيكون عند الهير سيلز اللي قاعده كده. اللي عند الميدل بيبقى ليها بتبقى ستيميوليتد ماكسيمم بالميدل فريكونسي. الهير سيلز اللي عند الايبكس بتبقى ماكسيمم ستيميوليتد باي لو فريكونسي. وبالتالي احنا نطلع في الفايبرز. الفايبرز بقى هنا طبعا شوف بقى في الاخر في ترى في الباس واي ان في البرين نفسه في البرايمري هيرنج اريا في السوبيريور تيمبورال جايروس بيبقى فيه برضه لوكيشن لكل مين؟ لكل فريكونس. دي بسميها دون توجل، يعني كل ملاغمه ليها توجل من اول البازلر البرين الهيرسيلز حتى بتكون الفايبر حتى الكوكيلر نيوكليس الكوكلر نيوكليس اللي هي دوسال وفنترال بيكونوا في توضع للنغمات فيها، كل نغمه ليها مكان، والفايبرز اللي تابعه منها بتوصل لمكان معين في البرايمر بوليتيك اريا بتاعت نفس مين؟ بتاعت نفس الفريم. طيب يبقى احنا دلوقتي بنتكلم ده كله عن مين؟ البازلر ميمبرين وانه بليس ثيوري each point on the basilar membrane has specific frequency at which there is a maximum displacement بالانرجي بتاعت الفريكونسي دي. لان هو هيتحرك بكل الفلويد الويف دي فلويد الويف بتاعت الساوند بتمشي في الفلويد فبتحرك البازلر membrane، لكن maximum displacement اللي هيعمل بقى تشينجز في الباب سيلز اللي هي موجوده عليه ويحصل لها برضه ماكسيمم ستيموليشن هو ده اللي هيوصله. فكل مده البريسيو ان الفريكونسي ليها ايه؟ بوزيشن على كل فريكونسي ليه بوزيشن على البازلر ميمبرين وتش ليدز تو ماكسيمم ايه؟ ديسبليسمنت وبالتالي ماكسيمم ستيموليشن للهير سيلز اللي هي انر هير سيلز اللي هتقدم
الميكانيكال انرجي الى اكشن بوتنشال، فبتوصل ل باسويت الوج الباسوي في نفس الايه؟ البوزيشن بتاعه لحد ما يوصل للبوزيشن بتاع الفريكونسي اللي موجوده في البرايمري روديتيف اريا اللي في الكورتكس. يبقى احنا شايفين الايه؟ البليسيو هنا نفس النظام، هنا موضح لك الانا والاوتر فيرسز سيمبل يعني والفريكونسيز المختلفة. ترانسميشن اوف ذا ساوند، احنا اتكلمنا ببساطة عن ان الساوند بيعمل ايه؟ بيحرك الباري بالمبرين اللي هو ابيوتيك، يعني بيتحرك بيه الفريكونسي اللي هتجيبه، وبعدين بيتنقل بالاوسيكلز لحد مين؟ الاوفر ويندو، والاوفر ويندو بيتحرك ان اند اوت بالفايبريشن. الان اند اوت موفمنت دي بتاعت الاوفر ويندو بيخلي يعمل ترافلنج وين في الفلويد، اول ما هيدخل هيدخل على الفلويد اللي موجود فين؟ والاوفر ويندو ده موجود فين؟ بالنسبه للكلابير، بالنسبه للكوبيا، سكالابس تيبورال. يبقى اول ترافلنج ويف ما هتحصل بتاعت الساوند هتبقى فين؟ في البيري لينف او سكالا ستيبورال. بعد كده هو يدخل على ال اهو ادي الاوفر ويندو اللي هو موجود في سكالابس تيبورال، دي فايبريشن بالان اند باوت موفمنت، هيعمل موفمنت بيري لينف في سكالابس تيبورال. سكالابس تيبورال اللي راسلرز بالبيريت دور فيري ثين، هتروح الويف نازله عشان تعدي الى سكالب البرام، وهي نازله تعدي على سكالب البرام هتعمل ديسبيسمنت لمين؟ للبازلر ممبرين. عند الفريكونسي اللي عند البازلر ممبرين اللي هيحصل ماكسيمم ديسبيسمنت هو ده بالفريكونسي بتاعه، بقيه الويف هتمشي عشان تعدي ايه؟ سكالب البرايم عند التقابل بتاعهم في الهيليوكوتيرما، لكن دوت يبقى كل الانرجي استخدمتها في تحريك البازل بالبرين اللي هيوصل بس للميلكوتريما هيبقى قريب، وبعدين هيعدي بقيه الانرجي دي تدخل تطلع من السكالب البران عن طريق مين؟ بقيه الانرجي هتطلع عن طريق مين؟ الراوند. طيب احنا قلنا لما جينا نتكلم عن فانكشن موبيلتي ايه؟ قلنا لما الانرجي بتبقى كونفيلي من تمبريك ممبرين على الاوفر ويندو عن طريق الاوسيكلز بتعمل بريشر ديفرنس ما بين الاوفر والراوند، وده بيخلي الفلويد ايه؟ بيوجه الويفز بتاعت الساوند تتحرك في تحرك مين؟ الفلويد. افرض ان الراوند ويندو دوت اللي هو اوفر باي سيكت التمبريك ممبرين مقفول بن، وعدى الساوند عن طريق اوفر ويندو هيعمل ايه؟ مش هيعمل حركه في مين؟ في الفلويد. يبقى الراوند ويندو ده اهميته ان هو بريشر فالف، بريشر فالف في ديفرنس ما بينه وبين الاوفر ويندو، لما الساوند بتدخل في الميدل فيه وتوصل الاوفر ويندو، وبعد كده بقيه الانرجي فبيخلي الساوند يحرك الفلويد، وبعد كده الانرجي المتبقيه اللي ما عملتش موفمنت البازلر ممبرين بتخرج عن طريق الراوند ويندو. يبقى ده اهميه الراوند ويندو سواء الساوند داخله او الساوند خارجه. طيب يبقى الترانسميشن للساوند ده اللي انا قلت عليه ده هو النورمال، بسميه السيجنال روت لانه بيعدي على الاوسكيلز، الباي ممبرين الاوسكيلز
فالرول ده انا ما استخدموش طوال الباسورد النورمال بتاعي موجود، ولكن لو حصل ديزيز في الاوسيتنز او الكمباني بريمبرين وهنلغي الباسورد الاولاني يبقى الساوند ملوش طريق ان يعدي منين؟ من الراوند ويندو، هيبقى طبعا في هيرنج امبيرد. خلاص حوالي 15-20 دي سي. التالت روت للترانسميشن اوف ساوند لو استلم استيمولاي بيا ال
هتقل، بالتالي برضه هيبقى فيه decrease في sensitivity في الـ يبقى فيه impairment في الـ. يبقى ده معناها ان potential دوت مهم عشان مين؟ عشان الـ normal sensitivity و full view وال تبقى perceived normal. طب ازاي بقى انا بعمل ستيميوليشن للاوديتري نيرف؟ بحول الانرجي اللي هي بتاعت الويفز ميكانيكال انرجي احولها الى اكشن بوتنشال تمشي فيه الافلكس بتاعت الاوديتري نيرف عشان تمشي الباس واي بتاعها لحد ما توصل للبيريز اللي هي الكورتكس عشان تعمل لي بيرسبشن وتديني انتربريتيشن للساوند دي من ناحيه بقى الفريكونس والانترست واللوكيشن. هنمشي للنورمال روت بتاعنا اللي هو التمبانيك من البرين والسيكولار سيستم اوفر ويندو. اوفر ويندو هيبقى فايبريت ان اند اوت. This is will be translated الى up and down movement of basilar membrane نتيجه انه بيعدي الاول في السكالات السكولار وبعدين يوصل لسكالات البناي وهو بيعدي هيحرك البازلر membrane وقلنا most of the energy of the sound هتبقى في حركه البازلر membrane واللي هيوصل للاخر خالص اخر الكوكليا هيبقى الانرجي سمول اللي هي هتبقى تخرج من الراوند ويند زي ما احنا شفنا بيحصل له بانش ده الانرجي بتنتج على الساوند اوفر ويندو بيحصل له الانر مومنت بيحصل بانش دي. ده الاكبر مومنت دي حركه البازلر membrane up and down movement by the wings اللي هي ترانسميت بسكالب استبار استبار البراي. طيب لما بيحصل upward movement احنا قلنا ان في ثلاثة structures ماسكين في بعض بحيث ان لو واحد اتحرك الباقي هيتأثر. هما مين؟ مين اللي فات من اول محرك؟ قلنا مين؟ قلنا اللي فوق خالص الدماغ اللي هي الستيم سيل اللي بتعمله بيرس اسمه ايه؟ لا روتيبرا لابي بتعمله بيرس يعني هو ادي الهير ادي الهير سيل وادي ادي الهير سيل وادي الستيم سيل. المهمة مين اللي ماسكهم كده؟ وهو مختلقهم الروتيبرا لابي التكتورة الممبرين فوق الهير سيلز ده احنا شايفينها. قلنا الريتيكولار لامينا والتاكلز اللي هي ماسكة فيها والبازلر الممبرين دول اكت از ايه؟ از وان مومنت. يبقى البازلر الممبرين لما يتحرك اب اند داون بالويف بالويف سايكل هيحصل له ايه؟ هيخلي الريتيكولار لامينا دي تتحرك. لو هو اب هلاقي ان الريتيكولار لامينا هتتحرك ناحية الميدجولس. لما تتحرك ناحية الميدجولس هتبقى الستيلو سيل ما بينها وما بين الايه؟ مين اللي فوق الستيلو سيليا؟ مين اللي فوق الستيلو سيليا؟ ها؟ الايه؟ فيكتوريا ميمبرين. يبقى انا واحد من تحتها بيسحب واحد من تحت فتعمل شيل موفمنت. تتحرك السيليا دي الشيل موفمنت ده هيحصل لها بيرسنج هتحرك تعمل بيرسنج. فالبيرسنج بتاع السيليا زي ما احنا شايفين كده في الصور تبقى مره بيرسنج اوتو من الجولس ومره ناحيه مين؟ لو انت ركزت هتلاقيها بتتحرك حركتين مره اوتو بكده من الجولس اللي هنا دي ومره ايه؟ انورد. لما يحصل اب لما يطلع فوق الممبرين يخلي الستيلو سيليا تحتك في الدكتور اللي برين فوقيها وتتحرك اوتورد فروم ذا اوتورد فروم ذا جولز خلاص. ولما ينزل تحت خلي السيليا تبين طوال الجولز. لو ركزت هتلاقي كده لما البرين وين ذا برين رايز اب ذا سيليا بنت اوتورد فروم ذا جولز من ناحيه. ولما بين ولما يبقى نزل داون ما بين توارد الفوز دي
في الصورة الثانية برضو راح توضح لنا الحركة دي. إن الساوند دخل وعمل فايبريشنز للبازلر ممبرين أب أند داون. البازلر ممبرين أب أند داون يخلي الريتيكولار لامينا اللي هي ماسكة الأبر إند أوف ذا هير سيلز وماسكة في الطمن بتاعت الكورنر في الكورتو ماسكة في البازلر ممبرين تخليها إن هي تمشي. الأب موفمنت بيخليها الريتيكولار لامينا تتحرك باكورد ناحية الهجوم. ده الهجوم بيكون الفيكتوريا الممبرين بيسلايد فورورد. هو بيسلايد فورورد مين اللي تاتش دي؟ استينوسيلي ما بين الريتيكولار لامينا وما بين الفيكتوريا الممبرين. الريتيكولار لامينا بتحرك الناحية دي فالستينوسيلي تروح ايه؟ بيلدينج اوت. الستينو الريتيكولار لامينا بتتحرك باكورد فالستينوسيلي تتحرك بالعكس اتجاه العكس. هنخفف عليكم وبلاش الريتيكولار لامينا، هتخلي ما بين بازلر ممبرين وما بين اللي الستينوسيليا بتطش فيها اللي هو مين؟ الفيكتوريا ممبرين. لما البازلر ممبرين بيتحرك الاول زي في نمرة بي هيخلي الفيكتوريا ممبرين سلايد فورورد، ولما سلايد فورورد الستينوسيليا يحصل لها ايه؟ بنتنج. بس هو اصلا لانها محشوره ما بين محجوزه ما بين اللي هو الريتيكولار يبقى ابورد موفمنت ميكنج ذا ستيريوسيليا تو بند اوت اوف ذا كونجوز اند ذا داونورد موفمنت ميكنج ستيريوسيليا تو بند اجينست الفيكتوريا بنتنج. وطبعا بيساعد على كل ده الريتيكولار لامينا اللي احنا اتكلمنا عنه. طيب البندنج دوت ايه اهميته؟ هو دوت اللي هيفتح ويقفل البوتاسيوم تشانلز اللي موجوده في التيبس اوف ذا ستيريوسيلي. احنا قلنا كل هير سيلز عليها مجموعه من ستيريوسيلي قالوا ان هي حوالي 100، وبلاقي ان ستيريوسيلي دي بتنكريس اللينكس توارد ال توارد الايبكس يعني ناحيه البترولس بتبقى شور، وبعدين تبدا ايه تطلع على الهير سيل الواحده. كويس؟ طيب ما بين كل ستيريوسيليا والتانية في فاين فيلمنتس. الفاين فيلمنتس دي ما بين التيب اوف ذا شورت سيليا والسايد بتاع الايه؟ ادجيسنت لونجر سيليا. اهي. وهنا برضه ما بين التيب بتاع الدي وما بين السايد بتاع الايه؟ اللونجر اللي بعد دي. وهكذا لو في واحدة هنا لونجر تبقى ما بين التيب دي وما بين الايه؟ السايد بتاع مين؟ الفاين فيلمنتس دي افلك شانلز. لما بيحصل لها بندنج الستيروسيلا لما يحصل لها بندنج اوتورد اوف ذا بترولس بالابورد موفمنت اوف ذا بازلر ممبرين الستيروسيلا دي لما بيحصل لها بندنج الفيلمنتس دي بتشال فبيحصل طبد اوت يعني بتتفتح التيبس بتاعت مين؟ بتاعت ستيروسيليا. خلاص؟ فالاوبننج دي بتفتح اوبننج تشانل حسب بيسموها ميكانيكال ترانسدكشن. خلاص؟ ان تشانلز ميكانيكال سيرفيس بتفتح الحركه بتاعت السيليا ده ميكانيكال. الحركه بتاعت ستيروسيليا البنج اوت ده هو اللي فتحها. فالبوتاسيوم تشانلز دي نتيجه بقى للفرق ما بين الاندوليم اللي موجود في السكالا ميديا قد ايه البوتنشال بتاعه؟ بلس 80 مليون. طيب السيلز نفسها الفاك سيلز نفسها ايه السيلز العاديه بتاعتنا؟ اللي هي كلها نيجاتيف ناقص 70 مللي فولت باختلاف الخلايا لكن هي من جوه نيجاتيف. يبقى الديفرنس ما بينهم قد ايه؟ ناقص 70 جوه الخليه والستيريوسيليا دي باخد في الاندوليم اللي هو بلس 80
طبعا الالكتريك الالكتريكال ديفرنس ان هي تعدي من مين الى الكتريك. عشان كده قلنا ان السكليرا فاسكولاريس اذا كان فيها ابنورمالتيز او ديزيز هتاثر على الجانب الليمف بوتنشال، وبالتالي مش هيبقى فيه الديفرنس دوت، هيأثر على الاكسبت بوتنشال بتاع السيل، يبقى الاكشن بوتنشال مش بريتد بعد كده ايه ما هياش. طيب في حاجه بتخلي ان هي في الاستراكشرز برضو ان هي تخلي فعلا الاندولينف ما فيهوش اي تغير عند خاصه عند الستيروسيليا اللي هي بتفتح فيها مين الشعر. ايه بقى اللي بيخلي كده الاستراكشر ده اللي هو التايب جانكشن؟ ان ما بين الهير سيلز نفسها في تايب جانكشنز ما بين الهير سيلز والادجيسنت سبورتنج سيلز، بحيث ان الستيروسيليا دي اضمن ان هي دايما في مين؟ في اندوليف، يبقى في ما بين السيلز والسيلز اللي جنبها تايب جانكشنز استراكشر والسيلز اللي جنبها تايب جانكشنز، بحيث ان الاندوليف ابقى متأكدة ان الاندوليف في ايه؟ الستيروسيليا دي بتتباص في مين؟ في اندوليف. ما يهمنيش بقى دي السيلز دي اللي هتبقى على البازلر ممبرين، والبازلر ممبرين تحت مين؟ تحت الاندوليف ولا بيريلف؟ تحت بيريلف. انا الاستراكشرز اللي يخليني اضمن ان دايما الستيروسيليا اللي هي فيها التشالنج اللي هتفتح دايما باص في اندوليف، ان في تايب جانكشنز بتوين الاند بتاعت الهير سيلز والادجسنت سيلز. السيلز دي من هنا والسيلز دي من هنا، لكن الستيروسيليا فوق يبقى انا مظبطه بين كل السيلز جنب بعضيها. بصور لحد انت فين؟ طب ما انا خلصت، ما انا خلصت، انت فين دلوقتي؟ طب جاي موي طب ايه يعني؟ Thank you.